تحتفل محب فيروز كل عام بميلادها من خلال أغانيها التي لا تشيخ، كما صوتها الذي لا يجد بدا للوصول إلينا في العديد من المناسبات. 83 عاما قضت فيروز جلها على المسرح أو في كواليس الرحابنة الذين ابتدعوا حالة فنية فريدة تحاكي الأزمنة وتعبر من جيل إلى جيل بأغنيات لا تشبه ماضي الطرب ولا حاضر الحداثة القلق. جميل يأخذنا إلى عالم فيروز الخاص في هذا التقرير، هذا العالم الفيروزي. بصعوبة نحاول الاحتفاظ بالأشياء الجميلة برغم تعرض ذاكرتنا وأشيائنا للكثير من الصدمات، إلا أن هناك كثرا يتذكرون ميلاد فيروز. إذ تسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويا حمل شمسي وأنا بيا مسح وما حدا نطرني. إذ تسكن قليلة الكلام متحررة من كل قيود المحلية، تنشد أوطانا وعزيمة وتغني أوجاع الفقراء وتواسي دموع العشاق في أغنيتها. لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. فيروز تحتل مساحة من الذائقة العربية، عمرها الثمانيني جعل الأجيال تمر بحبال صوتها الممتد من زمن الأندلس إلى زمن كيفك أنت. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقتا آخر كلمة قلتا وما عدت شفتا وهلأ شفتا كيفك أنت. في كل عام دأب معجبو ومحبو فيروز على تذكرها من خلال أغنياتها التي تعاند الزمن وتبقى مميزة في المراتب الأولى. جميل ظاهر، العربية. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو محرر الأخبار الفنية في العربية جميل ظاهر الأبدع في التقرير. شكرا جميل على اختيارك جارة القمر حتى تكون معنا اليوم. شفت الشهادة؟ شفت المقدمات يا أستاذ عادل؟ شفت الشهادة أنت؟ أستاذي مروة كيف تحكي معي بكل لطف؟ صراحة صنعت يومها. شمت لك تتمنى لي أشياء. صنعت يومها. حاقدين جميل. ما هو والله بعد ما نسمع فيروز عن جد بيكون الحكي صعب شوي، معك حق. بس إنما كان ملفت هالأسبوع الاحتفالات اللي عملوها معجبين فيروز بكل العالم العربي اللي تذكروا عيد ميلادها 83، وهو ظاهرة بدون شك اليوم بعالم النجوم اللي دائما ماخدين اهتمام الميديا وماخدين اهتمام كتير بالحياة، بتلاقي إنه لازال كل الأجيال قادرين يتفاهموا، يعني مثل كل خلافات اللبنانيين متفقين انه على فيروز. برضو الاجيال رغم اختلافات اذواقها ان كانوا هن كبار صغار، جيل جديد جيل منفتح على الموسيقى العالميه، بتلاقيهم مهتمين انهم يقدموا اعمال من اعمال فيروز. حتى الدي جي اللي هن بيعملوا موسيقات بيلاقوا باعمال فيروز الفنيه اشياء تخلوا صوتها موجود ويتعاملوا معه بشكل. الله يعطيها طولة العمر والصحة والعافية وهذا المشوار جميل. لربما مدرسة الرحابنة، هل هي التي طغت على فيروز أم فيروز طغت على مدرسة الرحابنة؟ شوف هذا يعني هي بالحياة
مرات بنشوف اشياء حلوه بتكون مجموعه معاملينها يعني تكتمل بالصدف هي يمكن ما بعرف لانه في فرق عالميه قدرت تحقق هذا النوع من التكامل ولما بيكونوا لوحدهم بتصير اضعف الاشياء انما يمكن الحاله الفيروزيه وهي محظوظه بشكل انه لنقول بديت كما بدايتها الأولانية وخاصة وجود الرحابني بحياتها زوجة عاصر رحباني ومنصور خيو ركبوا هذا المشهد العظيم وفكرهم اللي كانوا هني منطلقين يعني فيروز اجت هي بكورال بالراديو يعني كانت بالإذاعة اللبنانية ومن ثم بديت معهم مشوارها هذا الطويل العريض وقدرت تحقق اللي حققته بدون شك عاصي كان عنده رؤية قصة أنه فيروز عملت حالي أهم هذه الحالة أنه بتعمل الفن اللي لازم تعمله بتقول الأشياء لازم تقولها إن كان أشياء كوميدي ولا تراجيدي ولا شو ما كان قضايا كبيرة قضايا وطنية قضايا إنسانية قضايا فيها كوميدي مثل ما بنشوفها ببعض الأعمال الرحبانية المسرحية لكن هذا ما بيمنع أنه هي تكون شخص لحاله ما خصه بهاي فيروز اللي بنشوفها دائما نحن على المسرح والاعلام وضجه الاعلام هي بعيده عنه كليا يمكن ما لها شي 3-4 مقابلات مش كثير يعني عندها مقابلات وبعيده عن هذا الجو اللي مين صمم لك الفستان ومين مش عارف طيب طيب جميل عندما نتحدث عن فيروز طبعا بنتذكر الارث الموسيقي اكثر من 800 اغنيه اكثر من 800 عمل فني في فترة كانت الأغاني بتعتمد على الأغاني الطويلة وليست القصيرة هي كانت بتاخد يعني أسلوب آخر وهي الأغاني القصيرة هي بدون شك لما يعني هي الظاهرة بدأت من هون يعني كان الجمهور العربي معود على مطولات الأغاني ففجأة أجوا الرحاب دي مع فيروز وعملوا الأغنية اللي هي 3 دقائق يعني بعد ما كنا نسمع أم كلثوم ساعة ساعة ونص كانت الحفلة فكان في نوع من أنه يعني ايه راح الجمهور قالوا تعالوا نغير بس هذا ما بيمنع انه رجعوا بعدين كمان لقوا انه ام كلثوم فيها تضل ام كلثوم وفيروز فيها تكون شيء جديد بس قدرت هاي الاغنيه كمان تحكي حالي حاله حب حاله وطن حاله قضايا انسانيه كبيره قضايا سياسيه قدرت تقولها بمختصر ومثل ما قلنا ام كلثوم عملت هذا الحالة الكبيرة اللي عملتها بس كمان هذا نوع تاني من الغناء ما خصهم ببعض بس إنما كل حدا كان عنده المساحة الكافية يعني يقدر يقول اللي بده إياه مسرحيات أفلام والدويتو وال دويتو بينها طبعا هي مرحلة من أجمل ما يمكن بدون شك وجود نصري على المسرح مع فيروز كانوا عاملين ثنائي رائع نصري صحيح ما أخذ حقه يعني كانت الأضواء أكثر على فيروز لكن صوت نصري هو مثل لما بنشوف بالأوبرا العالمية هالأصوات المهمة والعظيمة إنما الجمهور راح أكثر مع فيروز وطبعا كان في آلية إذا بدك وجدانية تربط فيروز بمحبيها حالة وجدانية مختلفة يعني أنا أشوف الهوس يعني حضرت لها قبل فترة سنوات في دبي واليوم في ليلة الرحابنة لكن الهوس جمهور فيروز يصل إلى أكثر وأبعد من الجنون شوف المسيرة من هالنوع لابد أنها تقدر تشكل هذا الجمهور يعني كل الحالات غنتها فيروز وإلا ما تلاقي نفسك أنت بمكان ما ممكن تحب لها غنية سريعة ممكن تحب لها غنية بطيئة موطنية إلى آخره فيروز طيب. حبيناها في كل الأحوال شكرا جزيلا لجميل ظاهر محرر الأخبار الفنية والشكر موصول لكم أيضا وكل عام وفيروز بحب أكيد كل عام وأنت بخير الفنانة الجميلة فيروز شكرا للمتابعة لكل المشاهدين نراكم غدا بإذن الله إلى اللقاء في أمان الكريم Come on.